وَأَرْضَ مَا
تجمعت جلسها له الحرب، جلسها له الحرب.
عليه السلام في هذا اليوم العظيم الموتة الحميدة وركض بالخطبة السليمة وهو الوضوء والاستسلام ليزيد وابن زياد كما أشار عليه السلام في خطبته في هذا اليوم بقوله ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيئات من الذلة ولما رفض الحسين عليه السلام هذه الخطة وهو الركوع والاستسلام ليزيد وابن زياد قام ابن سعد في هذا اليوم مذكرا وفي مثل هذا الوقت وفي صبيحة هذا اليوم اي يوم عاشر قام ابن سعد في الحين بترتيب خططه الحربية واتخاذ التراتيب العسكرية استعدادا لقتل الحسين واصحابه فأول عمل قام به ابن سعد في هذا اليوم أنه نظم الحراس القوية على طول الشرائع الممتدة لمنع الحسين عليه السلام وأصحابه من الماء وهدفه من ذلك أن يستلم الحسين وأصحابه فيأخذهم أرضا باليد ثم بعد ذلك قام ابن سعد بتنظيم جيشه فكردس الخيل أي جعل الخيل كراديس والقردوس الفارس فكانت عشرة كراديس أي عشرة آلاف فارس وإنما جعلها كراديس لعلمه بضعف جيشه وعدم قابليته لأن الخيل لا تجعل كراديس إلا إذا كان الجيش ضعيفا ولا قابلية له على المقابلة والمقاومة وبعد أن كردس الخيل قسم العسكر إلى خمسة أقسام إلى ميمنة وميسرة وقلب ومباردة وطلاء فجعل على الميمن عمرو بن الخلال زميلي وعلى الميسرة شمر ابن الجوشن الرمادي والطلائع عليها الازرق الشامي الهمداني والمباردة عليها
هذا الترتيب العسكري ونظم جيشه بهذا التنظيم. قال الحسين بن علي سلام الله عليه في هذا اليوم مبكرا بتنظيم خططه الدفاعيه، فاول عمل قام به الامام المسلمين عليه الصلاه والسلام في هذا اليوم بالذات مبكرا ان امر بحفر الخندق، امر بحفر الخندق الذي يحيط بجميع جهات المخيم ما عدا الجهه التي يكون منها الحرب. وانما فعل ذلك خوفا من هجوم العدو، امر بحفر الخندق وان يملا بالحطب، ثم امر بان يقرب البيوت ويدخل الاصناف بعضها في بعض على شكل هلال تكون من ورائهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم حفظا لهم اذا ما اتى العدو من خلفهم. اصبح الصلاح وعسكر الاعداء يتربص الفرص ويحسب الحساب لاجل القضاء على رجال الدين، على رجال العلم والدين وحملة التراث الإسلامي. ولكن أصحاب الحسين عليهم السلام غير خائفين ولا مبالين ولا أيابين بعسكر الماضي،
Yeah.
السلام
ثم لبس جبته
المشكى الى حسين حتى يمتد بهما وقد وجدت حليب. فرغم الماء من يمينه وخرج لئلا يهمل في حقه ويقال انه اشتغل بنفسه وترك النداء بسبب غيره صاحب الغيره صاحب الحساسيه على الاول. جاء الى الارض ووجدها سالمه فعلم انها مفيده وهو يعلم ذلك ولم يستقر الا قليلا حتى نادلوه للحرم ورفع عليه السلام وحمل الحمله الثانيه وحطم الارض بماء قدرا فكان اذا قال انا الحسين سحقت الخيل بعضها بعضا وفرقهم ورجع الى مرجعه وهو يقول لا حول ولا قوه الا بالله. Thank you.
Thank you.